بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات هو فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فمرحبا بفضيلة الدكتور صالح، وحياك الله مع السادة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم. نستهل هذه الحلقة أيها الإخوة برسالة وصلت من أبها، من في رمزها سين عين ميم. سؤالي يقول: هل يجوز لي، هذه يبدو مرسلة، تقول: هل يجوز لي أن أكشف عن أخو أبو زوجي، أي عم زوجي؟ وسؤالها الثاني: هل هناك سن معين للطفل إذا بلغ يمتنع عن الكشف عن النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن عم الزوج لا يجوز للمرأة أن تكشف له، لأنه ليس من محارمها بل هو أجنبي منها، وإنما الذي تكشف له هو أبو الزوج. قوله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذي تكشف له المرأة هو أبو زوجها أو جده، أما أعمامه وإخوته وأخواله جميع أقاربه فإنهم أجانب ما عدا ابن الزوج أو ابن ابنه، فتكشف له كما تكشف لأبيه وأبي أبيه. إذن تكشف لأصول زوجها ولفروعه، أما حواشيه من الأعمام والإخوة وبني الإخوة والأخوال فإنها لا تكشف لهم لأنهم أجانب منها. وأما الطفل فما دام طفلا فإنه لا يجب على المرأة أن تحتجب منه، قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا بلغ الطفل سن الاحتلام فإنه يجب على المرأة أن تحتجب منه، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فقرة أخرى في هذه الرسالة تقول: توفيت والدتي رحمها الله تعالى، وما زالت لها عندي بعض الصور لذكرى، ويقول البعض إن والدتي تعذب بهذه الصور، فما الذي يجب علي تجاهها؟ لا يجوز إبقاء هذه الصور، لأن الاحتفاظ بالصور محرم، لأن الصور محرمة في حد ذاتها، واقتناؤها وإبقاؤها محرم إلا ما دعت الضرورة إلى إبقائه، كالصور التي في حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، فهذه تتخذ من أجل الضرورة. أما ما عداها من الصور التي تتخذ للذكريات أو للزينة، تعلق على الجدران أو يحتفظ بها في صناديق أو غير ذلك، فإنها محرمة وتمنع من دخول الملائكة، قوله لدخول الملائكة في البيت، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويجب طمس هذه الصور وإتلافها، وكذلك الصور الممتهنة التي تداس أو يجلس عليها، هذه لا أثر لوجودها لأنها ممتهنة. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى في حلقة البرنامج هذه من أختكم في الله من أبها سين عين ميم، تقول: ما هو نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ كم عدده بالريال السعودي؟ نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يبلغ 92 غرام، ما يبلغ 92 غرام، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه، 11 جنيها ونصف الجنيه، هذا مقداره بالجنيه السعودي. أما الريالات فإنها ليست نصابا للذهب، ولكن نصاب الذهب 11 جنيها ونصف الجنيه تقوم بما تساوي من الريالات، وهذا يختلف باختلاف الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، فتقوم 11 جنيه ونصف في كل وقت بما تساوي من الريالات، وتخرج الزكاة منها بمقدار ربع العشر. نعم.
إذا مررت أثناء الصلاة بسجدة في الآيات القرآنية الكريمة فهل يلزمني السجود أم لا؟ إذا مر الإنسان بسجدة في تلاوة القرآن فإنه يستحب له السجود سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. سجود التلاوة مستحب عند جمهور أهل العلم وليس بواجب عند الأكثر، فإذا سجد الإنسان فإنه يؤجر على ذلك، وإذا لم يسجد فإنه لا يأثم، لأن عمر رضي الله عنه يقول على المنبر إن الله لم يفرض علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. نعم. تكثر الأسئلة المتعلقة فضيلة الشيخ بسجدة التلاوة في القرآن الكريم، وخاصة إذا كانت الصلاة سرية أم جهرية، وإذا كانت أيضا لشخص منفرد أو لإمام مع مأمومين. أود أن أتحدث مع فضيلتكم في هذه الجزئية من السؤال إذا تفضلتم. قلنا إن سجود التلاوة يستحب للقارئ إذا مر بآية فيها سجدة سواء كان مصليا أو كان تاليا في غير الصلاة، وسواء كان إماما أو منفردا. والإمام إذا سجد فإنه يجب على المأمومين متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكذلك يستحب سجود التلاوة للإمام والمنفرد سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، إلا أن الفقهاء يقولون إنه إذا كان الإمام في صلاة سرية فإنه يكره له قراءة سورة فيها سجدة أو سجوده فيها، لأن ذلك يشوش على المأمومين. نعم. بعد هذا ننتقل للجزئية الثالثة في هذه الرسالة من المرسلة من أبها، تقول إن أكثر الملابس يوجد بها الآن بعض الصور كصور الحيوانات والرسومات، فهل يجوز أن ألبسها وهل تجوز الصلاة فيها؟ بالنسبة للصور، ثياب التي فيها صور ذوات أرواح، لا يجوز للمسلم أن يلبسها، ولا يجوز له أن يصلي بثوب فيه تصاوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، ولأنها تشغل المصلي، حتى النقوش التي في الثوب أو في المصلى يكره استصحابها لأنها تشوش على المصلي وتشغله في صلاته، فكيف إذا كانت من الصور المحرمة؟ فالأمر أشد، فلا يجوز لبس ثوب فيه صور لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولكن لبسه في الصلاة أشد، لأنه يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يناسب أن يكون متلبسا بمعصية في حال الصلاة. نعم. إذا كان هذا الملبوس فيه أيضا كتابات قرآنية، آيات قرآنية، لا يجوز كتابة القرآن على الملابس، لأن هذا يعرض القرآن للامتهان والابتذال. نعم. لا تجوز كتابة القرآن على الملابس التي تلبس ويجلس فيها الإنسان وينام ويدخل فيها الخلاء وغير ذلك، لأن هذا يعرض القرآن للامتهان. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من أحد الإخوة، يقول أنا شاب في سن 20 ودائما أصدقائي يقومون بزيارتي في محلي ومقر عملي، البعض منهم دائما يتحدثون في أعراض الآخرين وفي تصرفاتهم السيئة، دائما نتحدث في غيبتهم ونحاول ونمنع البعض من التعامل معهم، هل هذا حرام علينا؟ أو ما هو النصيحة أو ما هي النصيحة التي أسمعها من فضيلة مرشدنا في هذا البرنامج؟ نعم، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك أخاك بما يكره، التحدث عن الإنسان صفاته الذميمة في حال غيبته لا يجوز إذا كان هذا من باب الغيبة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة لأنه ذكرك أخاك بما يكره، قال أحد الصحابة أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكلا الغيبة والبهتان من أشد المحرمات، فالمجلس الذي يشتمل على غيبة هذا مجلس معصية، ولا يجوز للإنسان أن يجلس فيه إلا إذا كان ينكر هذا المنكر ويؤثر على أهله بترك هذه المعصية، فإنه يجلس معهم حينئذ. أما إذا كان يجلس معهم ويسكت ولا يعترض عليهم فإنه يكون آثما ومشاركا لهم في الإثم، لأنه لم ينكر المنكر، وإذا رضي بفعلهم فإنه يكون مشاركا لهم في الغيبة أيضا. على كل حال هذا يجب إنكاره، ولا يجوز الرضا به والسكوت عنه، بل يجب إنكاره وتطهير
مجالس المسلمين من هذه الغيبة الخبيثة. ولا يجوز من الغيبة إلا ما دعت إليه الضرورة، مثل أن يتحدث عن شخص عند ولي الأمر بما يزاوله من الأعمال السيئة من أجل أن يأخذ ولي الأمر على يده ويمنعه من ذلك، لأن هذا يكون من إنكار المنكر. وكذلك في حال المرافعات، إذا اشتكى إنسان أحدا ظلمه أو اغتصب ماله أو جحد حقه فلا بأس أن يذكره بما يكره عند الحاكم من أجل أن ينصف المظلوم منه، من أجل أن ينصف المظلوم منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. والواجد هو المليء الذي يأبى أن يسدد ما عليه من الديون، فلدائنه أن يشتكيه إلى الحاكم وأن يذكر أنه إنسان مماطل وأنه جاحد للحق أو مانع للحق، من أجل أن يأخذ الحاكم على يديه وينصف صاحب الحق. نعم. في أواخر رسالته يقول: الحمد لله، لقد حججت وكانت حجتي فيها متمتع. ويقول: قمت بصيام 3 أيام فقط، لكن لم أستطع القيام بصيام 7 أيام متبقية، هل هناك شيء آخر غير الصيام؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. ليس هناك شيء آخر غير الصيام، إلا إن كان استطعت الذبح فإنك تذبح الفدية وتكون قضاء لما تكون قضاء للفدية التي تركت ذبحها في وقتها. فإذا لم تقدر على الذبح فإنه يكون عليك الصيام، وقد صمت 3 أيام وبقي عليك 7، تبقى دينا في ذمتك تؤديه إذا استطعت ذلك. نعم. لكن هذه الأيام 7 غير مرتبطة في أيام الحج أو في أشهر الحج. إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، المراد بها إذا انتهت أعمال الحج، فله أن يصومها في مكة، وله أن يصومها في الطريق، وله أن يصومها عند أهله، وله أن يصومها متتابعة، وله أن يصومها متفرقة، على حسب استطاعته. نعم. فضيلة الشيخ، هنا رسالة مطولة يتحدث فيها المرسل عن كيفية القضاء في الحقوق المالية للزوجة. يقول: أنا شاب عقدت قراني على فتاة، وقبل العقد والخطبة تم الآن الاتفاق على المهر والمؤخر وغير ذلك. كنت في المجلس أنا ووالد الفتاة وأخي وعديلي، وحينما طلبت من والد الفتاة أن يوضح ما يريد قال: أنا لا أخذ مهر، وكذلك لا أخذ أثاثا للشقة والفرش كالستائر وغيرها فهي علي. فأوضحت أن المهر حق شرعي للزوجة، فقال عديلي: أنا اعتبرت الشبكة وهي الذهب مهر لزوجتي. فقلت له: وأنا كذلك أعتبر الشبكة هي مهر لزوجتي. ولم يعترض الوالد وقتئذ وهو في المجلس معنا، بالرغم من وجوده، وكلامي عديلي واضح ومسموع، لأننا كنا في حجرة ضيقة وقد تم كتابة المهر في العقد كالتالي: مثلا 1 مقدم و1000 مؤخر. وقد أخبرت زوجتي بهذا العقد بأن الشبكة هي مهرها ولها حرية التصرف فيها لأن ذلك حقها. والآن حدث الطلاق وهناك خلاف على الحقوق المالية للزوجة، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم الشرعي في ذلك وفقكم الله، علما بأنني لم أدخل بالزوجة. هذه المسألة مسألة قضائية نرجع فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها، ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا طلق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فإن لها نصف المهر. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن صداقا، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من الدمام المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. المرسلة أم عبدالله تقول: شخص تاب إلى الله من فعل المعاصي واعتزل الأسباب الموقعة فيها، ولكن ما أن تعرض عليه أسباب الفتنة أو تعرض له أسباب الفتنة فإنه يكون ضعيف أمامها ويقع في الحرام، لذلك فإنه يحرص كل الحرص على تجنب هذه الأسباب. يسأل: هل توبته غير صادقة؟ صاحب التوبة الصادقة مهما تعترضه من فتن يكون قوي تجاهها. نعم. توبته إذا توافرت شروطها تكون صحيحة إن شاء الله، وذلك بأن يترك الذنب الذي تاب منه، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما حصل منه من المعصية. فإذا توفرت هذه الشروط فإن التوبة تكون صحيحة، وإذا كانت التوبة من حق لمخلوق فإنه يضاف إلى هذه الشروط شرط رابع، وهو أن يرد الحق
إلى أهله ويتحلل من صاحبه. فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة وكانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى كما وعد الله بذلك. وكون الإنسان يخشى على نفسه من الفتنة إذا عرضت له أسبابها هذا دليل على الإيمان وعلى أن الإنسان لا يزكي نفسه، لأن أحدا من الناس لا يأمن على نفسه من الفتنة لأن الإنسان ضعيف. قد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولكن يجب على الإنسان أن يتوقع أسباب الفتنة وأن يبتعد عنها من أجل أن يسلم من شرها والوقوع في المعصية مرة أخرى. فعليه أن يتجنب أسباب المعاصي وأسباب الفتن وأن يبتعد عنها إثارا للسلامة منها. نعم. ننتقل إلى رسالة من الجبيل أيضا من يونس عمر محمد، يقول كنت من قبل أفطر بعض الأيام في شهر رمضان بدون أي عذر، وأفطرت ما يقرب من الشهر الكامل على 3 سنوات متتالية بمعدل كل سنة، كنت أفطر 10 أيام والحمد لله الآن تبت إلى الله، فهل أصوم قضاء 30 يوما كفارة وأطعم عن كل يوم مسكين أم ماذا أفعل أفيدونا؟ لا شك أن ترك الصيام في رمضان وهو يستطيع الصيام أنه ترك لواجب عظيم، وأن من فعل ذلك فقد ترك فرضا فرضه الله عليه وركنا من أركان الإسلام. قد قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وما تركته من هذه الأيام التي ذكرتها يجب عليك أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وثانيا يجب عليك قضاء هذه الأيام التي أفطرتها لأنها دين في ذمتك، وثالثا إذا كان القضاء متأخرا إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليك أن تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. الله تعالى أعلم. له أيضا سؤال آخر في ضمن هذه الرسالة، يقول حدثت لي مشكلة في العمل، في يوم من الأيام حلفت وقلت علي الطلاق لن أذهب إلى العمل، وذهبت في اليوم الثاني، فهل علي شيء في ذلك اليمين وهل يعتبر يمين طلاق أم ماذا؟ ماذا يقول؟ يقول حدثت لي مشكلة في عملي، ففي يوم من الأيام حلفت وقلت علي الطلاق لن أذهب إلى العمل، وذهبت في اليوم الثاني، فهل علي شيء في ذلك اليمين؟ أولا إذا كنت نويت عدم الذهاب في اليوم الأول ثم ذهبت في اليوم الثاني فلا شيء عليك، لأن هذه اليمين مؤقتة بوقت محدد، إذا انتهى زال حكمها. أما إذا كنت نويت عدم الذهاب إلى العمل مطلقة في جميع الأيام أو في أيام محددة ثم ذهبت إليه خلال هذه الفترة فإنك على حسب نيتك بالطلاق، إن كانت نيتك بالطلاق الإيقاع عند حدوث السبب فإن زوجتك تطلق بذلك، لأن هذا طلاق معلق على شرط، فإذا حصل الشرط حصل المشروط فيقع عليك بذلك طلقة واحدة تراجعها بعدها، إذا لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بما يكملها 3 فإن لك أن تراجعها بعدها ويبقى لك عليها طلقتان فقط. أما إذا كنت نويت بهذا اليمين الامتناع من الذهاب إلى العمل ولم تنوي إيقاع الطلاق فإن هذا يعتبر من الأيمان المكفرة على الصحيح من قولي العلماء، فتكفر عن ذلك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم. نريد أن ننهي هذه الحلقة فضيلة الشيخ برسالة لها مساس بالناحية الاجتماعية وخاصة تجاه حقوق الوالدين، باعثها ومرسلها عبد الله بن إبراهيم الصالح، يقول فضيلة الشيخ حدث سوء تفاهم بيني وبين والدي منذ 5 سنوات، وحدث كلام بيني وبينه دعا علي في النهاية بقوله أسأل الله ألا يوفقك في الدنيا ولا في الآخرة، بعد ذلك رجعت إلى والدي أطلب منه التحلل وأن يستغفر الله عن ذلك فرفض، وأتذكر هذا الدعاء في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، وأنا ولله الحمد الآن أصلي وأصوم وأقوم ما يجب علي تجاه الله سبحانه وتعالى،
ولكنني كلما أقدمت على أمر دنيوي فشلت فيه، فمثلا تقدمت إلى الزواج وفشل، تقدمت في الدراسة أيضا وفشل، فما هي نصيحة فضيلتكم لي؟ لا شك أن دعاء الوالد له خطورته. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم، وذلك لعظم حقه، ولأنه لا يدعو على والده إلا بسبب، لأنه شفوق ورحيم بولده، ولا يمكن أن يدعو عليه إلا وقد عمل الولد ما يسبب إغضاب الوالد على ولده. فعلى كل حال هذه قضية صعبة، وعليك إن كان والدك على قيد الحياة بطلب المسامحة منه، وعليك بإرضائه وإعطائه ما يريد من المال حتى يرضى عنك، وإن كان متوفى فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل والإحسان إلى والدك بالتصدق عنه والدعاء له والاستغفار له، لعل الله أن يخفف عنك هذه الجريمة التي حصلت منك في حق والدك حتى دعا عليك. عليك بالإحسان إليه بالصدقة والدعاء فعل العمرة والحج عنه والأضحية، لعل الله أن يخفف عنك، لأن هذا من بره. أو إذا كان عليه ديون أو حقوق للناس فإن عليك أن تسددها، لعل الله أن يخفف عنك هذه الدعوة التي لحقتك في حياتك كما تقول. نعم. ويقول في نهايتها: ما هي نصيحة فضيلة الشيخ لوالد جزاه الله كل خير؟ النصيحة للوالد أن يعفو عن والده قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالأجر لمن عفا وأصلح عن الناس، فكيف بالعفو عن القريب؟ كيف بالعفو عن الولد؟ هذا أعظم أجرا. فعلى الوالد أن يسمح لوالده وأن يعفو عنه ليعوضه الله خيرا مما فاته. نعم. في نهاية رسالة الأخ الكريم عبد الله بن إبراهيم الصالح، نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. نشكر في نهايتها فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. شكرا لفضيلتكم.